السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. طبعاً هذا المقطع شوي مختلف لأن جتني طلبات من شوية متابعين طالبين من عندي أنه أدرس اللغة اليابانية. بصراحة أنا مو مدرس لغة يابانية وحتى لغة اليابانية مو مضبوطة، بس قلت ما يخالف، يعني أنا أعرف شوية من اللغة اليابانية، بس اللي حبيت أعلمه فشي مختلف، يعني شوية نطلع من نمط التعليم العادي، مثلاً الأحرف والقواعد، هاي كلها شغلات تاخذ وقت ومملة، واكيد انت راح تتعب من تشوف هاي الاشياء تقول صعبة. فقررت انه اعطيكم دروس بس اشياء سهلة جدا باللغة اليابانية، وهي مجرد اصوات. هذه الاصوات رغم انها هي مجرد صوت معين، لكن بيها معنى كامل يشرح شعورك ذيك اللحظة. يعني انت مجرد ما تقول هذه الكلمة، الياباني المقابلك راح يفهم انت ايش تحس، شنو شعورك تجاه الموقف اللي انت بيه. فراح نشرح لكم واحدة تقريبا اليوم، خلنا ناخذ 5 أصوات بس حتى شنو سهلة نحفظها. وأول صوت راح ناخذه هي كلمة كل سهلة، هاي الكلمة هو صوت يبين شعورك بالغضب والانزعاج. انت مجرد ما تقولها المقابلك راح يحس انه انت منزعج وغضبان. الكلمة بالياباني هي إيرا 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 إيرا. مثلا انت بمطعم وطلبت أكل والأكل تأخر، فراح انت مني شوفك صاحبك يقول لك شبيك شو ضايق شكلك، انت بس قول له ايرا ايرا، يعني انا منزعج لان الاكل تاخر. الكلمه الثانيه هي موكا موكا. هو مجرد صوت بس بيها معنى. معنى شنو؟ يا اما انت تشعر بالاضطراب او الغثيان، يعني شعورك مثلا معدتك او تفكيرك المزاج مالتك موكا موكا، يعني مو يعني ما اكل هوايه، مثلا ما اكل هوايه شارب هوايه تعبانة معدتك، فيسألوك شبيك قولهم موكا موكا، يعني مضطرب معدتي مضطربة. أو مثلا رئيسك بالعمل حكي هواية ومثلا كان كلامه مو حلو، فأنت حسيت حسيت باضطراب مثلا ما مرتاح، فتقول موكا موكا. فهذا الصوت راح يبين أنه أنت ما مرتاح أو مضطرب أو معدتك تعبانة. فمجرد ما تقول للياباني موكا موكا راح يعرف ان انت شنو شعورك، انه انت ما مرتاح تعبان. الصوت الثالث هو شوية صوت يعني هم يعني يفيدك بمواقف، هو اوتوري اوتوري اوتوري. هو شنو؟ من تشوف شيء حلو، تسمع موسيقى حلوة، يكون هو شعورك الانبساط وان تكون انت مرتاح. مثلا اذا تشوف بنية وتقول اوتوري اوتوري، يعني انه شنو انت pleasant بالانجليزي اللي هي شعور حلو، هاي عجبتني. او تسمع موسيقى تدخل دماغك فتقول هاي الموسيقى اوتوري اوتوري، يعني هو شعور حلو. فانت مثلا انت في موقف وانت واقف ويا اصدقائك يابانيين وسمعت موسيقى تقول اوتوري، راح يعرفون انه انت مستمتع بهاي الموسيقى. او تشوف منظر حلو تقول اوتوري، وهاي معناتها شيء جميل. الصوت الرابع اللي ويانا هذا صوت شويه ممتع، هو دوكي 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 دوكي. شنو هذا الصوت؟ جاي من هم شلون اخترعوا هذا الصوت الياباني؟ اخترعوه من دقات القلب، دوكي دوكي. هم يسوون دوكي دوكي، هذا يعبرون به من يشوفون مثلا فيلم رعب. انت من شايف فيلم رعب واحد بصف يقول لك شبيك، يقول لك دوكي دوكي، راح يعرف انه انت قلبك ده يخفق بسرعه فانت خايف. او مثلا انت بالمدرسه، انت جيت اليابان وقاعد تدرس لغه يابانيه وعندكم امتحان شفهي فيصيحون بالاسماء، فانت مجرد ما يعني المدرس ده يذيع الاسماء وانت تعرف اسمك راح يجي، فيكون عندك مثلا شويه خايف مضطرب، فالبصفك يقول لك شبيك شو وجهك اصفر، يقول لك دوكي دوكي. الصوت الخامس اليوم والاخير ويانا هو همين صوت حلو يبين عن تحمسك وشون انت فرحان لان اكو فتشي راح يصير، يعني فتشي انت متوقعه. فبمجرد ما تقول هذا الصوت راح تبين انت مشاعرك لليابانيين. هذا الصوت هو واكو 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 واكو. مثلا اجتك هديه وقالوا لك افتحها، انت ما تعرف بعدها شنو بالصندوق، فهم واقفين داير مدارك اليابانيين يقولوا لك ها شنو شعورك وجتك هديه، فانت مجرد ما تقول واكو واكو راح يعرفون انه انت حيل متحمس وفرحان. او مثلا انت عندك سفره، مثلا باكر انت طالع الى مدينه معينه و
وياك ناس يابانيين فقالوا لك شنو شعورك باكر انت مسافر، فانت مجرد ما تقولهم واكو واكو راح يعرفون انه انت فرحان ومتحمس حتى تطلع باكر لهاي الرحله. فهذا الصوت الاخير اللي ويانا. وبنهايه هذا المقطع احب اعطيكم سؤال واريد اجاباتكم بالتعليقات اللي يعرفه. من يعرف اليابانيين من يتصلون باحد بالتليفون او يجاوبون التليفون؟ شنو الكلمه اللي يقولوها؟ احنا بالوطن العربي او العراق او نقول الو، او بالغرب يقولون هلو. اليابانيين شو يقولون؟ اللي يعرفه يكتبها بالتعليق. حطيتكم خمس اصوات اليوم، اذا عجبتكم هاي النوع من الاصوات وهاي المقاطع التدريسيه فانتوا بعد يمكم اللي تريدون استمر اكتبوا لي بالتعليقات انه اوكي استفاديتوا منها، اذا يعني ما بها استفاده قويه ف اعطونا ديسلايك، واذا عجبتكم اعطوني لايك. وبراحتكم انتو، مع السلامه.